الاثنين 13 جوان، مساء الخير متابعينا على قناة التاسعة، بداية أسبوع موفقة للجميع. الليلة استثنائيا يجيكم رونديفونا في هذا الوقت، كما كنتوا وتابعتوا قناة التاسعة بثت حصريا مباراة ربع نهائي كأس تونس لكرة القدم بين النادي الرياضي صفاقسي ومستقبل الرجيش، واللي انتهت بفوز النادي الرياضي صفاقسي 4-2. هذاك علاش تأخرنا الليلة ونجيو اكسبسيونيلمون 7 متاع العشيه، لكن غدوه يرجع الموعد هو نفسه في غوندي ونوف على قناه التاسعه. نذكركم اللي ضيوفي الليله باش يكونوا على التوالي، كل من فاضل عبد الكافي رئيس حزب افاق تونس، وفي الجزء الثاني يكون حاضر معايا الناشط السياسي عماد الحمامي، واكيد نرجعوا فيما يتعلق بافاق تونس على مواقفهم من مساله المشاركه في الاستفتاء من عدمه، بما انه حاضر معنا فاضل عبد الكافي ايضا نغصوا معاه في عدة مواضيع أخرى كيما الموقف من الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، وهل أنه الطريق اللي سايرة فيه بلادنا اليوم يشوفوا فاضل عبد الكافي وأفاق تونس ككل ماشي في الأثنية صحيحة. ما زلنا نتبع أيضا آخر تطورات الحوار اللي كان انطلق، اجتماعات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية اللي كانت اجتمعت نهاية هذا الأسبوع، هذاك علاش عضو من المشاركين أو شخصية من المشاركين في هذا في هذه اللجنة تكون عماد الحمام، باش يحكي لنا على تطورات المواقف داخل نفس اللجنة. بعد شوية أكيد يرافقوني في التحليل والنقاش كل من ناجي الزعيري، عدنان بالحاج عمر وخليفة بن سالم. بمشاركة وزارة البيئة والجمعية التونسية للأمم المتحدة انتظمت اليوم الصباح ندوة صحفية تحت عنوان مجال الطاقة السياق الوطني والدولي لمواجهة تغير المناخ، وتم خلال الندوة تم التأكيد على ضرورة تكاتف الجهود على المستوى الوطني لكن أيضا العالمي لمواجهة ظاهرة تغير المناخ والحد من مخاطرها. تحت عنوان مجال الطاقة السياق الوطني والدولي لمواجهة تغير المناخ، بحضور وزيرة البيئة وممثل عن الجمعية التونسية للأمم المتحدة، تم التنبيه اليوم خلال ندوة صحفية من مخاطر التحولات المناخية وضرورة بلوغ أهداف التنمية المستدامة خلال السنوات القليلة القادمة والانتقال إلى الطاقة الجديدة والمتجددة. حتى لو صرنا بسرعة كبيرة في أفق 2050 مش يكون استعمال البترول هو نصف الاستعمال الموجود حاليا، وبالنسبة للغاز الطبيعي مش يكون نصف الكمية المستعملة حاليا، وبالنسبة للبترول مش تكون ربع الكمية الحالية. بالتالي الطاقات المتجددة ما تمثل في ذاك الوقت إلا 17%، فبالتالي أصبح تساؤل حول إمكانية أن نوصل إلى الهدف المنشود وهو بلوغ تنمية مستدامة في أفق 2030 كما حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة. كما تمت الإشارة إلى أن التغيرات المناخية تعود لنشاطات الاقتصادية واستعمال الطاقات غير المتجددة ما يؤدي العديد المخاطر، اللي من بين ارتفاع درجة الحرارة بصفة سريعة جدا، وهو ما يحتم أن مقاومة الظاهرة هذه تكون بسياسات على المستوى العالمي. السياسات الدولية والمؤسساتية في هذا النطاق راهي ماهيش سياسات على نطاق بلد واحدة، هي سياسات في كل بلدان العالم، وخاصة بدأت مع منظمة ريو عام 1992 وتواصلت إلى لاكور دو باري عام 2015 اللي تونس شاركت فيهم الكل، وكونت مؤسسات مختصة في هذا الميدان، و معناتها انتجت تونس السي دي ان ناسيونال اللي هي لا كونتريبيوشن ناسيونال ديتيرميني، اللي حطت معناتها دي زوبجيكتيف امبيسيو ريدكسيون دو لامبرانت كربون، وبعض سياسات تاقلم ادابتاسيون اتينواسيون اي ريزيليانس فاس او شانجمون كليماتيك، اللي هي يلزمها تكون متكامله من الناحيه الفرديه والشخصية. افتتح
فتحت نهار السبت الجامعة الأوروبية بتونس الحرم الجامعي للجيل الجديد الأول في تونس كامبوس مجهز بأحدث تقنيات التواصل الافتراضي اللي تسهل اندماج الطالب في الحياة المهنية بعد التخرج. نهار السبت كان الموعد مع افتتاح لو برومي كامبوس نوفيل جينيراسيون ان تونيزي التابع للجامعة الأوروبية بتونس. مركب جامعي مندمج مجهز بأحدث التجهيزات وتقنية التواصل الافتراضي. الفكرة هي إنه التطبيقي يكمل النظري. C'est le premier campus nouvelle génération, c'est un campus intelligent, donc avec un concept la pratique valide la théorie. معناها كل لي فيليير عندهم لي اسباس ce qu'on appelle des espaces actifs et interactifs donc en plus des salles de cours classiques équipées de tableaux interactifs des amphithéâtres et des salles en général donc nous avons des espaces interactifs pour les filières. الكامبوس يقري الإجازة والماستر في برشا اختصاصات منها الحقوق والعلوم السياسية البزنس المانجمنت الماركتينغ الفينانس الكونتابيليتي وفيه زادة فرع من ليكول انترناسيونال فاتيل المتخصصة في إدارة الضيافة الفندقية والسياحة. فضاءات متميزة مفتوحة للطلبة متاع لونيفرسيتي أوروبيان وحتى للطلبة اللي من خارج الجامعة كما سال مارشي بوليتيكول ديبلوماتيك هوب ومحكمة يمارسوا فيها طلبة الحقوق جلسات افتراضية باش يهيئوا أنفسهم للحياة المهنية. السبيسيفيسيتي نتاع الفاز نتاعنا الفاك نتاعنا لهنا اللي عندنا دي اسباس اونيك اللي ما فماش في دوتر بلاس كيما مثلا عندنا ساد مارشي، ساد مارشي هذاك كان انت عندك ايدي نجم تجي تقعد لهنا تخدم في الايدي نتاعك مع دي مع ديزون دي اكسبير معناتها دون لو دومين دونتربرونيا اللي يعاونوك في التريدينغ تو سكو تو فو معناتها اوني على بوان دو لا تكنولوجي اليوم في الفاك نتاعنا كيف كيف بالنسبه للجماعه اللي يقراوا دروا فما سال كامله سيمولاسيون نتاع محكمه معناتها احنا عندنا محكمه لهنا انت مش تقرا تيوري بركه مي تو براتيك انت نهار اخر كو سوا قاضي ولا محامي. لو كامبوس سي ان كامبوس كونيكتي ديجا معناها سا فا نو بيرميتر داتر كيما نقولوا احنا up to date معناها اون با معناها اون با دي مويان كي سون اركايك زيد اوسي les salles elles sont très ergonomiques les groupes ils sont très restreints de telle façon que ça facilite les échanges خاطر احنا معناها في الدومين تاعنا تاع سيونس بوليتيك معناها les cours ils passent l'actuaire en débat. الشهادة اللي ياخذها الطلبة معترف بها من وزارة التعليم العالي في تونس ولكن ايضا معترف بها دوليا. والموعد يأتي مباشرة مع الفقرة اليومية اللي تدعم القدرة الشرائية للمواطن التونسي في رونديفو القدرة الشرائية مع كارفور. كارفور المساند الرسمي للقدرة الشرائية. ذكركم اللي عيد ميلاد كارفور مازال متواصل إلى غاية 19 جوان. بالمناسبة هذه محطوطة على ذمتكم 3 كراهب للربح باش تتمكنوا وتكونوا أنتم الفايزين تتمكنوا من الحصول على 3 كراهب هذوما. ما عليكم كنت تقيدوا في البورن ديجيتال في مغازاتكم كارفور ونفكركم اللي كل ما تقيدوا كل ما تزيدوا فرصكم في الربح. ثم زادة 3 باك إلكتروميناجي على ذمتكم وبمناسبة 21 سنة من عيد ميلاد كارفور نحكيو على البرومو فان. كارفور يطيح في سوم لو برودوي اللي تختاروه واللي تصوت له باش يتيحهم بروموسيون. خلينا نشوفوا اكثر تفاصيل. في عيد ميلاد كارفور ال21 انتوما اللي اخترتوا البرومو والبرودوي اللي حبيتوه هو سنتريفيجور سيمبو اللي كارفور يطيح في سومها وتولي ب 119 دينار و900 اكاهو. العرض هذا تلقاوه متوفر ابتداء من 6 جوان في لي سوبر مارشي كارفور المرسى مول فسوس وجابس. العروض هذه الكل تلقاوها متوفره في مغازاتكم كارفور المرسى مول فسوس وايضا جابس. كارفور المساند الرسمي للقدره الشرائيه.
نذكركم اللي بعد شوية باش يكون ضيفنا فاضل عبد الكافي رئيس حزب أفاق تونس، ونرجع معه على مواقف الحزب من المشاركة في الاستفتاء من عدمه، على الحوار الوطني، على الإصلاحات الاقتصادية والوضع الاقتصادي في بلادنا بصفة عامة. في الأثناء زاد وقت اللي أنا نحكي ثم اجتماع بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، مازلنا ما نعرفوش مخرجاتها لكن أكيد نوافيكم بالنتائج أول بأول. في الجزء الثاني عماد الحمام الناشط السياسي أيضا يكون حاضر معنا. قبل ما نستقبلوا ضيفنا نمشي مباشرة لفاصل ثم نعود.